إذا رح نكون بسرعة مع المدرب أحمد فران يلي بعدها الثواني ماشية. فير بلاي. فير بلاي اليوم على 47 ثانية. عجبوك على 51. على 51 كمان. هالقد مرتاح يعني. الحمد لله يعني إنه هيدي السرير بتعرف مش إنه فرق نقط بيعمل الفارق خلص إنه جيم اتس أوفر. كل جيم بجيم. واتس ديسريسبكت إنه نلعب فول باور ونحط سلة أت ذيس تايم. بيج جيم لنا بلشنا كثير سلو رجعنا وي كنترول ذا تيمبو بطلنا نعمل تيرن أوفر. هي هون فرقت كوتش ست تيرن اوفرز باول كوارتر ست باول كوارتر صح ثلاثة بالثاني وبالثالث وقسم من الرابع كمان سيم بلان اللي لعبناها بالمناره بجيم 2 ديفنس على البيك اند رول كان كتير عالي عم تعمل شوي جامبلينج على ميل وحده عم تتركوا ميغيل مارتينيز طبيعي لما يكون في دانتمان وكروفورد على الملعب بدك تعمل جامبلينج واليوم كان هدفنا انه علي حيدر يلعب مرتاح ان اوردر تو شت داون الاجانب فالحمد لله نتيجة كتير بوزيتيف أخذنا حولنا الهوم كورت أدفانتج على بكير صار لألكم لألنا وإن شاء الله بكرة بالمنارة منجرب نتقدم 3-1 كوتش بسلة وائل عرقجي أمام الشانفيل التسديد الثلاثية الخرافية قلنا قلت لي يمكن هاي سلة البطولة صح. اليوم هيدا المباراة يمكن تكون مباراة البطولة 100% يعني سلة وائل ضد الشانفيل بقيمة هيدا المباراة اثنيناتهم فتحوا الباب على مصراعيه للبطولة بس بعد ما في شيء خلص أكيد. فريق كبير أنا بحترم كتير مدربهم وبحترم كتير لعيبتهم they can bounce back anytime إذا إحنا كنا نايمين يعني توقعت adjustment أكتر من هيك من قبل مدرب بيرسيت يعني شفنا التكتيك الدفاعي اللي لعبته بالجيم 2 ما قدروا فككوا إذا فينا نقول أنا ليك من أول قبل ما تبلش سريق متوقع يلعب أكتر ماتش أب زون استعملوا ضدي بجيمتين بدبي صح ونجح معه حاليا ما عم بيستعمله شو عم بتقول له لعب ماتش اب زون بالجيم في يلعب ماتش اب زون لانه احنا ريدي لكل شيء غياس وسبق قلت لك انت عم تسالني بس حلو هيدا الليفل بالتعاطي بالمدربين بالفعل يعني في بتعرف يعني بالانسي دبل اي في مدرب بيلعب كل وقت دفاع منطقه بقول له بده يربحني يربحني على الدفاع الزون ليك لتتميز عن غيرك لتوصل على الفينال لتحارب وتربح تكون حاضر لازم تكون انت كمدرب حاضر قبل لعيبتك اذا اللعيبه ما بيحترموا الانفورميشن اللي انت بتعطيهم اياها ما فيك تربح ما فيك تعمل شيء بالنهايه ما في مدرب عاطل ومدرب منيح في لعيبه منيح بيقدروا يطبقوا وجهه نظر المدرب على الملعب كوتشبل بيطبقوا وجهه نظر المدرب على الملعب والحمد لله لعيبه بطولات they stepped up وائل عرقجي الله يحميه هيدا اللي بدي اسالك عنه موسم خرافي وائل هو نقطه التحول وانتبه كل هالموسم العالم اللي صرحت وانتقدت 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 خلت يكون في عند لعيبة الرياضي غل وانسايد تشالنج يعني كل يوم إداري من هون مدرب من هون لعيبة الرياضي ما بيسوا شي بلا اسماعيل لعيبة الرياضي خلصوا فريق الرياضي خلص هيدا عطانا حافز مخيف لحتى لتفايت سو أنا بعتبر نصيحة أنه كل مين بده يصرح من هلأ وبالرايح ضد الرياضي عن جد يكون التصريحات مثل ما أنا بحياتي ما بهاجم لعيب ولا مدرب بحترم كل العالم آخرة النهار المباراة على الملعب والطابع على الملعب الأفضل هو اللي بيربح كوتش يعني لا شك أنه فريق الرياضي عنده مع احترامنا لكل لاعبي لبنان عنده كواليتي بلايرز بالفاينل صح. يعني عندك جو عبد النور عندك اسماعيل كان كل العالم والميديا عن طول الرياضي خلص لما طلعنا رابع خياس أنت بتعرف ابن اللعبة كل العالم كانت عم تقول نحن خلصنا وطلعوا مع الشانفيل حيطلعوا برا بس سبحان الله كل شيء بصير لسبب يعني انت now. انا بس بتسالك وائل عرقجي انا اليوم شفته يعني وائل بهالسري بصراحه يعني انا ما بحق لي اعطي راي هيك هالقد صريح بس عم نشوفه من طينه اللاعبين العاليين جدا بالنهائيات يعني صح. في لاعب ريجولر سيزون يعني هذا معروف في بس في لاعبين بالفاينلز غير شيء بيلمعوا بطريقه ما غير ما تنسى انت وائل بلش موسمه بجانيوري لبلش يلعب لبعد بطوله دبي لوائل لقط الريتم تبعه ثقتي فيه هي اللي خلته يلعب هيك لانه كل العالم جيب بلاي ميكر جيب بلاي ميكر جيب احسن بلاي ميكر بلبنان ليه بدي جيب بلاي ميكر والحمد لله ساعتي بالاجانب اللي عندي هي خلتني اوصل لهم مبروك كوتش بنشوفك اكيد بمباراه بكره المباراه الرابعه بين بيروت والرياضي